اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزل، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان قريبا فعجل، وإن عجلته فبارك فيه وأدمه يا رب العالمين. السلام عليكم، اهلا اهلا الغزالات المهمات الخواتات، اش كتعاود يا اختي؟ ياك لاباس عليك؟ ياك بخير هانيه. توحشكم الغزالات ديالي، ونهار جديد وفيديو جديد معكم وروتين جديد معكم. ودائما اختي ما كنجي لكم وما كنرجع لكم، ايه كانت توحشكم الغزالات ديالي وكنجيك ما كنرجع لكم، دائما كنرجع لكم شي فيديو اللي كله استفاده، وضروري ما تخرجوا من الفيديو تكونوا مستافدين. المهم الغزالات ديالي، فيديو نهيرت اليوم. قبل اختي ما نبدا معاك نقول لك اختي ما تبخليش عليا بواحد اللايك، كتشجيع عليا. اللايك البنات راه ما كنتخلصوا عليه ما والو، لايك غير كنعرف بان الفيديو عجبك، كنعرف اختي عجبتك عجبتك اختي وعجبتك في هذا الروتين. كنت قاسم معكم، راكم عارفين اليوميات ديالي البسيطه ونهاري البسيط كيف ما هو، كنت قاسمه معكم، ما كنزيد عليه ما كنقص عليه. ما في اختي، ما في شيكي، ما في عياقه، ما في بخ، ربي يحفظكم. غير كنضحك معكم، راني كنقشب معكم بحال جالسين حدايا. ايوا الغزالات ديالي، ان شاء الله فيديو اليوم فيه اختي تقضيه، فيه المهم شحال من حاجه تقضيه اللي تستافدوا منها، شي حاجه اللي ما عارفيناش، خاصه الاخوات اللي هلا داخلين طاليان هاك تستافدوا معايا، بما انني انا تبارك الله عندي مده هنا في طاليان، اي حاجه كتسولوني عليها راني كنفيدكم بها، اللي عرفتيها راه كنفيدكم بها. وتا انا البنات كنتعلم منكم، خليوا لي تعاليق نصحوني، لانني انا اختي راسي كاش كيقولوا راسي صغير، وعزيز عليا اللي تنصحني، وعزيز عليا عزيز عليا نستافد، وعزيز عليا نتعلم، وعزيز عليا وهاك دختي هاك دختي اللي كيقول لك اللي ما عمرهم يتعلموا هو داك اللي كيكون متكبر، واللي كتكون محشمانه، يعني اللي كيحشم هو ما عمره يتعلم. اما انا اختي من النوع اللي عزيز عليا انا نتعلم منكم، و وهادشي اللي كاين الغزالات ديالي. ايوا كيف ما كتشوفوا ان شاء الله باذن الله، البنات تقديت، ايوا جد تقديتي، ما بغيتش نردها لبلاصتها قبل ما ندوز اختي نغسل واحد الثلاجه، ندير ليها واحد الفرطه ديال القلب كيف ما كتشوفوا، حيت البنات هاد الصندوق كان عندي توسخ ليا، دست غسلته وتليلي جا البنات، غير درت ليها غير واحد المسحه على حقها وطريقها كيف ما كتشوفوا البنات، وخرجت الشبيكات، لان الصراحه عندنا الجو غزال، عندنا شي شميشه يا البنات زوينه. صافي دست الغزالات اللي تحك حكيتها واللي تمسح مسحتها، غسلت هذوك الكوارين يبانوا ليكم البنات، حتى هما غسلت ليهم هذوك الشبيكات ديالهم. اختكم راه مني كتنوض راه مني كتنوض الشقيه يا شقيه اختي ايوا هادشي اللي كاين الغزالات ديالها. كندير فيكم شويه الحماس اختي، ونديروا في بعضياتنا شويه الحماس. حتى انا اختي راه كيجيني شي عكز، انا اختي راني ماشي انا البنات كيجيني الشعكاز ويجيني ما باغاش نشقاو، ولكن النفس النفس ما كتخليكش، ما تخليش تبغي الوسخ يبقى يدور بيك ولا لا. هادشي اللي كاين عند الوليدات ضروري خاصها تكون الدره نقيقيه، ولا جا عندك دار شي واحد على غفله يصيب دارك نقيقيه. هادشي اللي كاين الغزالات ديالي. صافي هنا البنات راني انا مساح الثلاجه، وهنا كنعاود فيها بواحد شويه الخل كيف ما كتشوفوا، كنمسح بها شويه الخل البنات، اما راني مساحتها واحد المسحه ناضيه. ايوا هنا باش مسحتها في الاول البنات بيكربونات دي صوديو وشويه الماء، كنبغيش نمسحها بجافيل، لانها البنات جافيل كيصفر الثلاجات، غير الشبيكات اي شبيكات ديال الثلاجه دوك كنغسلهم بجافيل، اما البنات الثلاجه لداخل كنحاول ما كن المهم ما كنمسحهاش بجافيل ولا لان الجافيل كيصفر. ايوا هنا البنات ها طريقتي اللي ما عمرني نستغنى عليها، كندير هذا الكاغد هذا البنات اللي كيخلي ليا الثلاجه نقيه، واخا ما كنمسحهاش يوميا كتبقى عندي الثلاجه نقيه البنات. كيتوسخ هذاك الفازوليت كنجمعو كنحيدو، لا طاحت لك شي حاجه هذه كطيح لك البنات فوق هذاك فوق هذاك الفازوليت كيف ما كتشوفوا. وحتى هاد الفايطات اللي دز البنات راه عندنا الشميشه مقيرمله، هادو راه صبنتهم ونشرتهم وكرموا وجيت هنا رديتهم. بزاف الاخوات كيقول لا ما ديريش هادو ما كيتخسر لك الحاجه، لا اختي الثلاجه خاصها تكون زينه وتكون جديده خلاوه نويديه، راه كتبقى الخضره هي ديك، واصلا انا ما بقيتش كنجيب البنات الخضره كثير، راكم عارفين دابا الله يحسن العوان مع الغلا ومع هادي، ما بقيتش كنجيب الخضره كثيره، تبقى تخسر ليا، كنجيب بالقياس لان دابا بالزمن نجيبو بالقياس بالزمن نجيبو بالقياس. صافي هاد الشبيكات الغزالات كيف ما كتشوفوا يبان لكم ورا الشبيكات كاين واحد الفرماج
غير البنات هذوك ما يعني ما والو غير ديال صاحب راجلي نساه ودرتو لي قالك خليتي تيرجع ليه وخليته تما كاين الغزالات. ايوا هنا كيف ما كتشوفوا بالنسبه لدابا من بعد ما مسحت الثلاجه ونديت اختي الدويره وجففت وكل شيء رديتو شعل كيف ما كتشوفوا سرحت الزريبيات اللي تسرحوا ودزت هنا الغزالات كنفك في التقديه. هنا غندوز نتقاسم معكم البنات المهم شحال من حاجه هنايا الدقيق اللي كتسولوني عليه اش من دقيق كتستعملي البنات ما كنستغناش على هذا الدقيق ديال الامدي مهم زوين وفي نفس الوقت رخيص شويه وزوين يعني كيجيب البنات المسمن على مزيناتو والخبز على مزيناتو ما كنستغناش عليه صراحه. وتانت يا اختي نوضي تتمسحي ليا ديك التليليجه عندك لا كانت مسخه نوضي نضيها ليا اختي ونوضي قاديها وسيستيميها وديروا البنات كيف قلت لكم والله لها الطريقه اللي عاد كندير انايا راه استراحتي بهذاك ما كتوسخش الثلاجه واخا ما كنتش كنمسحها كاع يوميا كتبقى نقيقيه. صافي هنا الغزالات نفرتك اختي هاد التقديه هادي كل حاجه ردها لبلاصتها وهانتوما معايا غندوز نوريكم البنات واحد السينيال اللي استعملتو اللي غزال غزال البنات. الغزالات كيف ما كتشوفوا هادشي غنخرجوا للبيت الخزين او بيت البراني البنات اللي كندير فيه التقديه واللي فيه لافاتريش فيه التيت فيه كلشي راكم عارفينه هذاك البنات كنخرج. مهم هنا كندير غير القياس كندير غير القياس بحكم ما كنديرش بزاف هنا عندي ما كنعمرش ليا هنا الكوزينه بزاف. كيف ما كتشوفوا البنات خديت هادو من ليدل ثلاثه ديال ليدل وخديت البنات هادو ديال دولتش دايرين فيهم تخفيض كيف ما كتشوفوا هاد الفرينه بردولتشي في اورو سبين خديت منها البنات تقريبا واحد الربعه كيف ما كتشوفوا نبغيها بحكه دابا نحتاجها دايرين فيها تخفيض خديت منها. هنا السكر واخا عندي خديت منه البنات الشعريه الصينيه باقا عندي وخديت منها كيف ما كتشوفوا حيت مره كيجيبوها في ليدل خديت منها حتى هي البنات دابا نحتاجها في رمضان. انا خديت منها غير خديت منها هادو لو تخصني ولا شي حاجه وخديت هنايا الباستا اللي هادي كامل ممكن نستعملها باقا عندي الباستا كناخد مره دايرين فيها هي تخفيض خديت الحليب خديت القمح البنات اللي كيسولوني على القمح هو هذا اللي كنستعمل البنات باقي عندي وزدت خديت منه. صافي خديت هاد السباغيتي هادي العريضه ما خديتش هذيك الرقيقه وخديت هنا هاد الفونك اللي كنحتاجو والحليب هادشي كلشي غيخرج البيت البراني البنات. ندوز نقسم معكم هذا داير تخفيض ليدل البنات كيجيبوه بحق مره في ليدل كيكون زوين البنات وكيكون نقي صراحه ما فيش واخا كيبقى لك حتى مده طويله ما كيخسر ما والو. المهم انا كناخذو اكثريه هذا راه كيدي كناخذو البنات من ليدل راه دايرين فيه صراحه تخفيض والروزمارينو هانتوما البنات هاد اليازير حتى هو لقيت فيه تخفيض في ليدل خديت منه. المهم الحاجه اللي لقيت فيها تخفيض نشاركها معكم خديت جوج لافوكا حتى هما دايرين فيها تخفيض فهذا وبغيت نتقاسم معكم البنات السينيال عرفتوا هذا من ليدل عرفتوا زوين هذا ديال الفحم كيف ما كتشوفوا ديال هذا واش كيقولوا لي فاخر الفاخر البنات عرفتوا هذا زوين السنينات البنات كيغسلوا به حتى بناتي كيبيض السنينات وزوين كيف ما كتشوفوا راه بثمن مناسب في ليدل كيف ما كتشوفوا عندي باقي عندنا وياك جنات هذا جنات ركت باقي عندنا ولكن بابا قال لي خودي. المهم زوين هذا كناخذ بحق من ليدل صافي البنات او بغيت نشارك معكم حتى هاد البسكوتي هذا زوين هذا بالادي كون افينا اي شوكولاتو بالهذا بالخرطال والشوكولات هذاك من كنت خديته جربته عجبني بغيت نتقاسمو معكم بحكا واخا ماما تسناي نتقاسمو معكم بحكا البنات تاخذوه بحكا لوليداتكم شي حاجه صحيه كيف ما كتشوفوا وكتعجب الوليدات وبحكا البنات اللي ما دايراش بحكا الحليوات وهذه بحكا يتشربيهم مع قهوه داك زوينين راه بثمن مناسب البنات كيف ما كتشوفوا راه تبارك الله فيه. المهم نتقاسم معكم راه فيه 425 غرام شو جايه نص كيلو فيه داير باش خديتو انا اوفيرتا ون يورو 20 نوفمبر هذا شفتوا البنات راه زوين هذا خذوه على ضمانتي غيعجبكم. صافي ندوز هاد التقيدية بالنسبه للخضره الغزالات رجعت هنا كنقاد البنات رجعت زيت تشوف كنظم الخضره كندير اليوم البنات بحكا هكذا كنخليوها كنقصوا علينا تماره وما كتوسخوش لينا كتوسخ غير هادو كتهزيهم كتلوحيهم
كيف ما كتشوفوا كندير هاي دائما وهكذا حتى الخضره كتصبر ليك الا كانت هذاك الخضر. اما دابا مابقاش كنجيب الخضره بكثره لان الغلا غدا البنات بحال دابا هانتوما هاد اربعه البريعات دايرين 24 يعني راه لقيتهم في تخفيض. اما البنات البارح جاب لي زكريا جوج قرعات الكسكسو جابوا مني ب جايين ثلاثه وراه حتى الغلا القرعه دايره 100 الكيلو الدنجال دير 4 الكيلو عرفتوا واحد كيفاش غيعيش تبقايش قد قد تقيسي الحاجه الصراحه المعيشه غلات 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 كنا القرعه بحكه ونايرو الكيلو وكاع لا غلات ونايرو تشيكوان لا غلات لا غلات لا غلات لا غلات وروسي طانطا دابا البنات كلشي غلا صافي جبت هنا بناتي قالك باغين هاد البومودوريني هادي خديت لهم منها تقريبا واحد كيف ما كتشوفوا كيلو راه ديجا كلات قديت لي تقاد وهذا بقينا الغزالات ديالي رجعت معاكم من بعد ما حطيت هادو تشمشوا مسحتهم البنات بالماء ديال الدجاج هذا البنات هذا في نص قدي سيتي طانط زوين هذا ديال الفاكري مسحت بهم البنات هادو اللي كتشوفوا دائما كنستعملهم الصراحه زوينين كندير عليهم وكتغطيهم كنستعملهم الصراحه استعمال الاكثريه كندير هادو لانهم زوينين عمليين كيف ما كتشوفوا هذه دي الصغيره ديالو البنات مسحتهم دابا بالماء ديال الدجاج وخليتهم تشمشوا كنمسحهم بالماء ديال الدجاج وكنخرجهم يتشمشوا عرفتوا البنات راه ما يصديو ليكم كيبقاو زوينين هادشي اللي كنديرهم دابا راه ديجا مسحتهم غير خليتهم تشمشوا دابا راه الشمشه حيدت من هنايا والصينيه كذلك البنات حتى هي مسحتها بالماء ديال الدجاج ما غسلتها ما والو مسحت حيت اصلا ما حاطه فيها ما سخه ما والو صافي مسحتها بالماء ديال الدجاج البنات وخليتها تشمشات زوينه هذه صراحه ثقيله وزوينه كانت عجبات حتى الوالده قالت لي زوينه مع ثقيله صراحه وكيف ما كتشوفوا باقا في لونها شوفوا البنات شوفوا كيف باق راه مود عندي راه جايه دابا شي عام ونص وكنستعملها يعني راه صافي خليتهم تشمشوا مزيان دابا عرفتهم بالفازوليت صافي وغندوز دابا نديرها فواحد الفوطه ونديرها في الكارطونه ديالها ونخزنها. بالنسبه اللي عندهم لوميديتا في الدار ديروا عليها البنات مسحوها ما تخليوهاش البنات سارده ولا تشمش وعاده ديروا عليها واحد الفوطه وخزنوها راه ما كتصدي ما والو راه كيبقاو زوينين البنات. صافي هنا الغزالات نقسم معكم الغديوه شنو غندير ليهم. هنا كيف ما كتشوفوا البنات عندي لاصوص ديال مطيشه ديال صلصه مول ديال القرعه عندي هنا واحد البصيله صغيره اللي قطعتها قطعه صغيره عندي هنا البنات هذا الباسيليكو والباسيليكو هذاك الحبق وعندي هنا البنات واحد كيف ما كتشوفوا واحد القرعه اللي قطعتها بغيت ندير ليهم سباغيتي البنات بالقيمرون باغين اختي باستا صابين تقولي ليها دايره مرقه ولا دايره طاجين كيعجبش الحال واحد راس ديال الثومه ندير واحد المليحه وزيت الزيتون وهنا عندي البنات زيت الزيتون الغزالات من بعد ما طاب عندي هانتوما طاب عندي لاصوص مزيان زدت عليه ثاني البنات خليته طاب كيبغي كل ما طاب هاد لاصوص كل ما كيجي ألذ البنات كل ما خليته طاب على خاطرو ولا بغيتو في الاول البنات تشحروا بحق البصيله وديك القريعه تشحروها انا درت كلشي صافي هانتوما البنات دابا ملي طاب عندي لاصوص غنضيف القيمرون البنات نرجع يطيب واحد شويه وندير سباغيتي تاهي تسلق البنات هانتوما هنا كيف ما كتشوفوا البياطو دي باساج كتجي واعره البنات وبالحار غنعيش منها درت هديك سباغيتي الغليظه ماشي هديك الرقيقه كتجي زوينه اكثر هادي صافي الغزالات نغدي بنياتي
او غادي نخرجوا ان شاء الله نديهم للبحر شويه وهانتوما معايا كملوا نهيرت اليوم. الو زلات رجعت معاكم اختي من بعد ما جمعنا الرويله وردينا الدار خلي تما وخلي الدار تشعل وخشي نقيقيت لي جا نقيقيه لوقتكم خرجنا هنا لهذا البحر البنات جافيطه عرفتوا على جو كدير يا اختي الجو زوين صراحه صراحه الكشميشه سخونه الديور باردين ولكن الشميشه برا زوين